خير؟ وصلتنا اخباريه انه الزئبق متواري عندكم بالبيت. شو يا نصري؟ اخباريه قلت لي هذا الحكي مو مزبوط. ولا انتو ما عاد عندكم شغله وعمله غير تجوا تفتشوا البيوت؟ عز الدين، الاخباريه جتنا من ناس جوات الحاره خبرونا عليها، بدنا نفوت نفتش البيت. ليه ما حذرت نصري؟ ما حذرت. لك يا عز الدين، الاوامر جايتنا من فوق ولازم ننفذها. لازم نفوت نفتش البيت، خصمها بقى. دكي. يا بي، نصري افندي على الباب، بده يفتش البيت. يلا يلا خبوا يا حريم. شرط يا بس يا شرط. وين الزيادة يا بس؟ عناصر فتشوا البيت. خفتوا لي الزيبق يا ابو العز. الاخباريه اللي وصلتك مو مظبوطه يا نصري. هي انت فتشت وعملت اللي بدك اياه، الشيء اللي واصلك مو مظبوط. لما زماني جار كان الدمع جاري. يا أبي مين موصل إخبارية عن الرجال؟ ولك إذا ابن قلبي طلع خوان ولي الأصل. ما عتب على الغريب لك يا بنتي شو ما جرى وشو ما صار. ما عتب. لما زماني جار ولك رجاله كتفونا وقتلونا وفاتوا على الحارة وطلعوا.